استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضبية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين. وقد جرت لفخامة الرئيس اليمني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر القضيبية، حيث توجه جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى منصة الشرف، وعزف السلام الجمهوري اليمني والسلام الملكي البحريني. سلام مملكة البحرين، سلام. قف. وقد صافح فخامة الرئيس اليمني أعضاء الوفد البحريني، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس اليمني. بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي اجتماعا حضره وفدا البلدين، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين وسبل تنمية أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين،
وقد رحب جلالة الملك المفدى بفخامة الرئيس اليمني وبزيارته للبحرين التي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة وما يربط شعبيهما الشقيقين من صلات وروابط أخوية متينة، مشيدا جلالته بالجهود الوطنية المخلصة للرئيس عبد رب منصور هادي وحكومته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لكل ما فيه خير ومصلحة شعبه الشقيق. وأكد جلالة العاهل المفدى خلال لقاء على الموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه اليمن وشعبه والداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق ويحمي سيادته ووحدته وعروبته ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتطور. كما أكد جلالته حفظه الله أن المشاركة المستمرة لمملكة البحرين في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الشقيقة تنطلق من إيمانها بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع والتدخلات الخارجية، معربا جلالته عن تمنياته في أن يعم الخير والسلام في اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار ليواصل مسيرته نحو التنمية والتقدم والنماء، مؤكدا جلالته على استمرار تقديم الدعم والمؤازرة لليمن الشقيق في المجالات كافة. من جانبه فقد أطلع فخامة الرئيس اليمني جلالة الملك المفدى على آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية وجهود الشرعية اليمنية في بسط الأمن والاستقرار بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي، إضافة إلى العمليات الإنسانية والإغاثية لمساعدة المتضررين من الشعب اليمني، معربا فخامته عن شكره وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى هذه الوقفة التاريخية المشرفة لمملكة البحرين ودعمها لليمن وشعبه والمساعدة في حفظ أمنه واستقراره وتمكين الشرعية في اليمن وما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم ويديم عليها الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس اليمني والوفد المرافق، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.